أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. احنا هنتناول القضيتين. بالاول قضية التخابر اللي هي رقم 26458 لسنة 2013 جنح مدينة ناصر أول. القضية عبارة فيها 36 متهم، 23 حاضر منهم واحد توفى إلى رحمة الله، ومعاهم في 13 غايب هارب، حيث أن جماعة الإخوان المسلمين بالقطر المصري نشأت منذ مارس عام 1928 على أيدي مؤسسها حسن البنا، وضخ في عروقها مزيجا بين الدين والسياسة، ظاهرها الدين وباطنها السياسة، وصارت أجيالها المتعاقبة من المؤسسين لها والقائمين على إدارتها وأعضائها والمنضمين إليها على دربه خلط بين أيديولوجية طائفية بغيضة تتبناها تلك الجماعة، تهدف إلى السياسة في الأساس، وترمي إلى الحزبية، وإن تقنعت برضاء الشريعة الإسلامية. فكان الخلط بين الإسلام المستقيم المستنير وتلك الأيديولوجية الرامية إلى سلطة الحكم بالأساس تحت زعم الخلافة الإسلامية التي هي في الفطرة الإسلامية الصحيحة لا تعدو سوى أن تكون نظاما للحكم وليس مبدأ ديني. أما في منظور تلك الجماعة فإن الخلافة هي عقيدة وأصل من أصول الدين. واستمر حال تلك الجماعة مع تعاقب أجيالها على نهج لتحقيق أغراضها المتشوقة للوصول على سلطة الحكم بأي ثمن، حتى ولو كان على حساب الوطن والشعب، فلا رادع لها ولا تحريم عليها، وأباحت إراقة الدماء بين أهل الوطن، وتآمرت وتخابرت مع منظمات أجنبية خارج البلاد والوطن مصر لتحقيق أهدافها الشيطانية تحت ستار الدين والإسلام خلافا لأحكام القانون، حيث أنه من المقرر وفقا لقانون السلطة القضائية أنه لا شأن للقضاة بأعمال السياسة والاشتغال بها، بين أن هذه المحكمة بمناسبة تصديها لما دفع به المتهم الثالث محمد مرسي عيسى العياط بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوة، بزعم أنه ما زال رئيسا للجمهورية، وأن هذه المحكمة ليست محكمته ولا قضاته،
بل تختص بمحاكمته محكمة خاصة ذات تشكيل خاص طبقا لنص المادة 159 من دستور 2014 والتي تقابل المادة 152 من دستور 2012. فإن هذه المحكمة تقدم لقضائها وبالقدر اللازم قانونا ردا على هذا الدفع أنه ولئن كانت هذه المحكمة لا يجوز لها أن تقضي بالعلم الشخصي لأحد أعضائها إلا أنه يجوز لها أن تستند في أسباب هذا القضاء إلى ما هو علم عام للكافة وأحداث تناولتها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بمصر بل وفي العالم بأسره. فإذا كان يوم 30 يونيو 2013 ومع بزوغ شمس فجر ليل طويل حالك السواد استمر عاما كاملا هي مدة حكم جماعة الإخوان المسلمين، لاح فجر الضمير الإنساني وتجلى في القلوب، إذ خرجت جموع هذا الشعب المصري الأبي في شتى أنحاء البلاد تطالب ببناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحدا من أبنائه وطياراته وينهي حالة الصراع والانقسام، معلنة ثورتها على النظام الحاكم الذي يمثله المتهم محمد مرسي وباقي أفراد جماعته الإرهابية الإخوانية رافضة استمرارهم في السلطة بعد أن أقصوا جموع الشعب من غير الإخوان المسلمين وفرقوا بين أبناء الشعب الواحد. وبدلا من استجابتهم لمطالب الشعب وحقنا لدماء بدأت تظهر في الأفق بانقسام وشيك بين أبناء الشعب الواحد، فقد قوبلت تلك الثورة الشعبية بتمسك المتهم محمد مرسي بالسلطة ودونها الرقاب واعتصامه بشرعية زائفة في خطاب ألقاه على هذا الشعب المنكوب وقع محبطا للأمال، فالتفت كافة القوى الوطنية المصرية المخلصة بجميع اتجاهاتها وطوائفها وشبابها حول هذا الشعب دعما لإرادته في تغيير نظام حكم فاشل إلا أن يفرق بين أبناء هذا الوطن ويجعلهم شيعا، وهو ما عجز عنه أشد أعداء الوطن الذي ظل متماسكا على مدار تاريخه. فلما أينعت هذه الثورة الشعبية الجارفة صاحبة السيادة باعتبار أن السيادة للشعب فانحازت إليها القوات المسلحة في 30 يونيو 2013 فأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا مخاطبة به شعب مصر العظيم تضمن أن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حرقة ونداء جماهير الشعب. وانتهت في بيانها بعد التشاور مع رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب إلى اتفاق المجتمعين على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية
تحقق بناء على مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحدا من أبنائه وطياراته وينهي حالة الصراع والانقسام. وقد شملت هذه الخارطة من ضمن ما اشتملت عليه أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية. من هنا كانت ثورة شعب مصر العظيم ومن خلف قواته المسلحة. قد عزلت تلك الثورة المجيدة رئيس الدولة من منصبه عن إرادة واعية وشعبية طاغية لم يشهد العالم مثلها مثيلا لها. فزالت صفة المتهم محمد مرسي عيسى العياط كرئيس لجمهورية مصر العربية بموجب تلك الثورة الشعبية الجارفة التي ورد عنها بديباجة دستور مصر 2014 المستفتى عليه من الشعب تكريما لها واعترافا بها وبفضلها. هذا دستورنا بأنها وثورة 25 يناير فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها. وهي أيضا فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية. وإذ كان ما تقدم فقد ثبت للمحكمة بيقين جازم ودليل قاطع أن المتهم محمد مرسي عيسى العياط قد زالت صفته كرئيس للجمهورية على النحو المتقدم منذ 30/6/2013 وتم التحقيق معه وإحالته إلى هذه المحكمة التي تنظر الدعوة بعد هذا التاريخ الأخير أي بعد زوال صفته كرئيس للجمهورية. فلا يكون هناك مجال لإعمال ما نصت عليه المادة 159 من الدستور الحالي من إجراءات خاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية حال توليه منصبه. ومن ثم يكون الدفع بعدم إخصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوة وببطلان إجراءات التحقيق وأمر الإحالة غير سديد خليقا بالرفض. وحيث أن المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للتهم المسندة إليهم فإنها لا تعول على إنكارهم وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع عن النفس الغرض منه الإفلات من يد العدالة والتخلص من المسؤولية الجنائية وتبعاتها. وإذ لم يلقى دفاع المتهمين بالجلسة ما يزعزع عقيدة المحكمة فقد قام الدليل المقنع القاطع الجازم على اقترافهم الأفعال المنسوبة إليهم فإنها أرسلت أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إنزال
عقوبة الإعدام فيما أسند إلى بعض المتهمين، وحيث أنه بالاطلاع على تقرير فضيلته تضمن رأي الشرع أن المقرر شرعا أن الاتفاق بين الشركاء المباشرين على ارتكاب الجريمة، بمعنى أنه يقصدون جميعا قبل ارتكاب الحادث والوصول إلى تحقيق غرض معين ويتعاونون أثناء وقوع الحادث على إحداث ما اتفقوا عليه، وكانت القرائن الثابتة بالأوراق القاطعة الدلالة تقطع بإثبات الجرم بحق هؤلاء المتهمين المطلوب بأخذ الرأي الشرعي بالنسبة لهم وغيرهم من المتهمين الآخرين، وكان من المقرر شرعا أن القرينة القاطعة هي ما يستخلصه المشرع من أمر معلوم الدلالة على أمر مجهول، وهي إمارة ظاهرة تفيد العلم عن طريق الاستنتاج بما لا يقبل شكا أو احتمالا، ومنها ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم، ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده.